السوق. انا يعني مواليد 47 وطنت عليه مبني. السقف يعني انا يعني ما افطن عليه شوكت، بس ذاك هذا السوق الاصلي كان مسقف بخشب وبباري. فبزمن متصرف لواء الكويت باقر الدجاني سقفوه بشينكو وخشب. أمر أني سقف هذا الوضع. وذاك السوق سوق كان يسموه سوق القصاصي. أول من بناء واحد يهودي واشترى، وقال مصطفى ترك، مصطفى ترك اشترى باع بيت جابر القاضي. من مصطفى ترك؟ مصطفى ترك شخصية جت من تركيا، سايق كان عنده سيارة. أي يودي أبنية للريف أو معلمين يأجروا. هذا التكان كان قاعد بعمي وأبويا، وأنا ورثت من عندهم. كانوا يبيعون العقب وخياطة العبي. أتوا 1919 جوا من الحلة، عمامي وخوالي جوا من الحلة سكنوا هنا وهنا. اي جوا من الحلة وسكنوا الصغير طلبا للعمل الرزق الأكثر، لأنه هنا ما كان واحد يخيط إبي أو يبيع عقب. فهم أول ما جوي متينا هاي المهنة. هذا القوس طابوق عريض فرشي يقال أثري، جابوه من منطقة صاباط حسب ما أنا سمعت، لأن أحمر مربع، طابوق مربع حمر يقال جابوه من منطقة الصاباط الأثرية. كم سنة صار لك؟ أنا طلعت معلم متقاعد، طلعت 2010. جيت هنا قعدت أول مرة، كان أحد أشقائي قاعد بي توفى، وأنا هنا قمت أبيع سباح وأخلي خيط السباح وبكر، بكر خياطة. أكو أنواع السباحة بعد؟ إي أنواع السباحة، سباح 101 ما صلى أقوال كثير عليها، يعني كبار السن مش شباب ياخذون. وهاي الالوان 33 يدورون منهم، يدورون بسبحه غاليه مثلا يسر ب 40 او السندلوس ب 10 ب 15 او نارجين تراب الكهرب. هاي يدورون هاي السبح، منهم يدورون سبحه غاليه، والباقي يدور سبحه 101 مع صلاه للتسبيح، تسبيح الزرع. الوالد هو كان قاعد هنا يعمل العقل وخياطة العبي وبيع العبي والعقل. وهذه الصورة شقيقي صباح أحمد جمعة، توفي في زمن صدام. وهاي الصورة إلى كان؟ هاي صورتي 77. المصور زكي خلف العماوند. صلاح الدين أحمد جمعة الميرة الحلي، هذا اللقب.
انا صار لي تقريبا يعني هنا بالسوق صار لي حوالي 20 سنه تقريبا. يعني احنا قضينا عمرنا قهوتشية يعني يعني من ايام كان والدي طيب يعني تقريبا صار لي 70 سنه صار لنا قهوتشية يعني. لا مو هذا المكان كنا قبل بشارع الحله. السوق صار لك مشكله؟ لا بالسوق صار لي 20 سنه بس قبل والدي هم كان عندنا قهوه بشارع الحله يعني. هاي حكي على شكل السبعينات يعني اي ولحد هاي شهرات ماشيين عليها. طورتوها بدايما من النرجيله جاي شوي اي قبل ماكو نرجيله شهر بس اي هسه صار شويه يعني طلب عليها النراجيل وهذا. شباب يجون يعملون والله كلهم جماعتنا الصور هنا رياضيين وغير رياضيين كلهم يلتقون هنا يعني مو شايف المباراه اي كلها اي شلون الشغل هسه احسن لو قبل؟ والله تقريبا لا قبل احسن اي قبل احسن يعني هسه مو ذاك الشغل مثل ما يعني الاشياء هسه اللي تمشي عندك يعني الرواتب اي شنو القهوه النرجيل؟ لا النرجيل اكثر شيء اي اي اكثر شيء طلب على النرجيل. انتم عندكم بس شاي ونرجيله لو عندك اشياء؟ لا هو شاي ونرجيله وباريل اي وبالشتاء لبلبي اي حسين نادر ابو اسوان. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحب بكم اول مره والمركز الاعلامي اللي في الصويره ويشرفنا لقائكم اليوم. احنا بالمناسبه نطرق بالذات المحنه من المؤسسين القدامى لهذا السوق باسم حجي جاسم عيدان علي الربيعي اللي هو جدي. واني احد احفاده اللي توارث هذا المحل. حجي جاسم بالنسبه لنا يعني كان من المؤسسين وكان محلنا بالاساس يعني كان محل اسكافي وبدا التطور تعرف انت وين تطور الواكب هذا الشيء. وهذا السوق طبعا من الاسواق العريقه اللي في الصويره اي الحمد لله. وصار التطور من قبل جدي الله يرحمه بعد ما الانسان تعرف انت يصير كهل ويتعب فترك المهنة اتطرق الى انه يسوق هذه الشغلات الجاهزة اللي نقول الشغلات الحرفية اللي مثل التبلية والسكين التبلية السكين مع النخل احنا نقول مع الاصح وعلى لغة اهل الديالة يسحوا له الشلاب. اي والدك بعدين لا ما استلم انا بالنسبة لي انا استلمته من عنده. خالي اول مرة استلم من عنده واستلمت بعد خالي يعني خالي موظف تعرف انت فاستلمت انا استلمته تقريبا في سنة تقريبا 97 بعد وفاة جدة الله يرحمه انا وخالي. وخالي ترك المهنة تقريبا سنتين استلموا وياي لل 99 انا استلمته من 99 لحد هذا التاريخ اللي تشوفوني بيه انتم حضراتكم شرفتوني اني ازاول هذه المهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة طرقنا على التبلية ردنا نشوفكم في نموذج معين واستخدامها. هذه بالنسبة ان هاي التبلية هي حرفية طبعا ايش قد يتطور البشر بس هي هاي حرفية يعني احنا شو نقول متعودين عليه نقول بمعنى انه الرجل اللي يستخدمه نسميه صاعود. اي هذه يستخدمها طبعا يلف بها الظهر هي الشكل الشكل ويجي سيم طبعا وياها سيم موجود بكار احنا نصحها ينشد على عن طريق حبل اللي احنا نسميه سفيفة
يصعد بها الصاعود. هاي طبعا هي هاي من الطرق القديمة، ولكن شنو مستخدم؟ يصعد النخل ان شاء الله اللي يقطف بها ثمار التمر تعرف، وينظف النخل، احنا نقول بالمعنى الاصح. اي هنا النخل شاهق مثلا زي هاي امينه، امينه والامان بالله. ليش؟ لانه هو الحرفي او العامل اللي يستخدمها حضرتك، هذه يضبطها، احنا نقول بالمعنى بلغتنا نقول يضبطها بحيث ما يخلي بها اي خلل معين، عن طريق السيم بكار زائدا الحبل السفيفه اللي احنا نسميه سفيفه. طبعا ما جبت شيء بديل، لا ما جبت بديل حتى لو تتطور الدنيا، لان هذا احنا تعرف احنا الفرد العراق طبعا بالدول موجوده، هذه تبليه موجوده لكن بغير تصميم. احنا عندنا هذا هسه دي يصنعون لنا اللي بالشواكه وبدياله بمحافظه دياله منطقه الشواكه ببغداد، هذا دي يستخدمون خطر. نعم من اي شيء يصنع هذه؟ بالنسبه لنا من حبل نصيح له، حبل قطني زائدا حبل باراشوت، هذا حضرتك ويحوكوه، احنا نسميه حياكه. لازم على شكل ضفيره قاطعين لان على مود للامان تعرف، زائدا هذا العضد شكلون بداخله حبل قوي خاص للجر تعرف انت للضبط بالضبط. وعندنا بقت اكو شغلات حرفيه ايضا اخرى مثل هذه، يعني العفو هذا احنا نصيح له مدور بلغتنا، يستخدمون العفو بنهايه راس الحلال، احنا نصيح له او الحيوانه تكرم الابقار حش قدركم، هذا يخلون به الحبل صفحه منه وصفحه منه اللي داخل الرشمه بحيث الحيوان يتحرك بحريه، يعني ما يلف الحبل عليه هالشكل يعني. اي هاي احدى من شغلات الحرفيه. واكو يعني الشوس، الشوس موجود برا اذا بالنسبه لهذا احنا نصح له هذا الشوس، هذا طريقه بدائيه طبعا للتسليه، احنا نصح له يجي المواطن مرات المواطن مضجور شويه يسلي نفسه، وهذا الخيط او احنا نصح له الحبل مالته اللي تفضلتوا، هذا حبل مالته اللي يربط عن طريق البشوس ويستخدم طعم، طريقه بدائيه يربطها فد حبل او اسف فد خشبه معينه احنا نصيح لها او فد لوحه معينه، بحيث شلون نقول. والصيد بالنسبه للصيد هذا الحرفي يحب الصبر بالمناسبه، اي يحب الصبر. ليش؟ الصياد الماهر يصبر على شغلتين، هاي من شغلات الحرفيه الحلوه اللي عندنا اللي نعتز بيها بالمناسبه. وعندنا هذه ما شاء الله اخرى، احنا نصح لها احنا بلغتنا نصح لها مقطع اي كيله وزن، احنا نصح لها مكيال وزن، هذا نوزن به. الدنيا ايش قد تطورت والميازين الالكترونيه جت، لكن هذا محافظين عليه، تبقى المهنه مشتده يعني متواصله بها المهنه. بالمناسبه انا طورتها، ما بقيت على القديم، ما بقيت اكو اشياء عندي حرفيه، لكن انا طورتها للتجهيزات العسكريه، لان يعني حسب نواكب العصر احنا تعرف انت، وقوات امنيه موجوده ان شاء الله، سعاده الله بصحتكم، وبدنا نشتغل. بالنسبه للسوق حال الحاضر هذا، السوق طبعا كان من الشخصيات المهمه اللي نبدي بدءا شلون نقول، من احنا نقول راس الركن نعتبره راس الفرع، اللي كان الله يرحمه حج نجم ابو سهيل كان مخضر، وكان الله يرحمه عبد الرزاق شوالية ابو وهاب كان مواد غذائيه، وحجي غني الله يرحمه كلهم راحوا رحمه الله، حجي غني مصطفى وحجي عبد الحسين وحجي محمد صالح كانوا من القدامه، او عندك حجي عبيد سلومي اللي كان رجال اللي يبيع شلون نقول مطعم تكه والله انا ما ملحق عليهم، بس احنا نقول جدي القدامه اي اكو كان هنا واحد عطار يعني مواد غذائيه يهودي طبعا من اصول يهوديه، لكن هو عايش بالعراق. من صار تعرف انت بوقت من صار نقول التهجير او بالمعنى الاصح الهجره اللي صارت، سافر وما بقوا هنا. اي وعندنا هسه حال حاضر احنا كبار بيتنا موجود يسموه بستان اليهودي معروف اسمه، وتورثوا الناس تورثته. وقلت لك من الاصحاب القدامى يعني الله يرحمه حمزه المحمد وهادي سلمان اللي كانوا البان ما البان بيعون، وجيران الله يرحمه حلاق كان صاحب مهنه حلاقه ايام الحلاقه القديمه
حج عبيد، انا نصيح لعبيد الطبق الله يرحمه، وكانوا من القديمين. لكن انت هسه تسالني يعني انه على الحاله الاقتصاديه او الوضع الحالي، الوضع الحالي احنا شلون ما يكون القبل افضل؟ ليش؟ لانه احنا كنا اولا ان شاء الله الحريه هي موجوده، لكن شنو انت تعرف قبل السوق الى حركته الحاله الاقتصاديه كانت جيده جدا الحمد لله، لكن شنو احنا اكو الحمد لله اكو رواج للسوق واكو رواج للبضاعه، لكن مو مثل قبل. قبل كانت العالم عايش على سجيتها وعلى شلون نقول على الاشياء اللي يمتاز بها محلي القديمه. بالنسبه للقديمه التبلي حال الحاضر عندي، السكين مال النخال، السكه مال الحلال احنا نصح للاثبات، الحديده، الاشياش، التكل، الكباب، يعني اشياء عندي كثيره مثل هذا الياخدان مال الدهن. اي بالنسبه للشغلات الحديثه اللي عندي اللي هي شلون تقول طورت للاشياء العسكريه، التجهيزات العسكريه، اي من العفو بدله، من العفو كرم السامع، البسطال، الحذاء، الأنطقة، الفانيلات هذه يعني أنا تقريبا. وحب أعرفكم نفسي يعني مدعو علي كريم علي صاحب هذا المحل، وأهلا وسهلا بكم وشرفتونا ونشكر زيارتكم إن شاء الله. أنا هنا أنا حلاقة بالسوق سنة 1991 ومعاملي كلها من المثقفين والتربويين بالسوق، يعني كعيشتي بالسوق صارت، فما أقدر أطلع المحلات الخارجية البرة لأن معاملي كلها هنا متواجدة بالسوق، وكتراث قديم هنا أنا موجود من زمان بعيد يترددون للسوق. ظاهر يعني اكو حركه يعني هذا الصور ما يستغنون عن السوق، يعني حتى اذا ما عنده شيء يجي يتمشى. نعم نعم نعم، اهل الصويره كلها تتردد على السوق يعني اكثر من الخارج. السوق يعني شو بيميزه سوق الصويره تختلف عن باقي؟ اي طبعا السوق له ميزه خاصه، اهل الصويره كلها تجمع به بالاخص بالعطل والمناسبات يترددون للسوق كحلاق او كمطعم، يدخل مطعم وتجمع الاصدقاء كلها تكون هنا بالمقاهي وبال المشرف التربوي عباس خلف عباس، وايضا شاعر ومهتم بالتراث وبالادب من اهالي المدينه، يعني اهلي سكنوا على المدينه قبل اكثر من 60 سنه. هذه المدينه الحقيقه بنيت على اساس سوق، لذلك بالنسبه للسوق إلى وقع خاص وبصمة خاصة في نفوسها، لأن من تأسست مدينة الصويرة ما بدأت قرية وتوسعت وبعدين صارت ناحية وتوسعت وبعدين صارت قضاء، بدأت هذه المدينة قضاء، بدأت سوق، لأنه يقال حسب تاريخ السيد عبد المطلب أو حسب تاريخ الآخرين من الأخوة المهتمين بهذا الجانب، لأن هذه المدينة كانت على أطراف أو على قرب معسكر إنجليزي أو المعسكر التركي، يعني روايات مختلفة، وكانوا بعض العوائل اللي تسترزق من خلال منتوجاتها الزراعية ومنتوجاتها الحيوانية، كان يكون البيض، كان يكون الحليب، تتبادل منفعة بالمقايضة ويا العسكر اللي كان هنا يعني نصف المسافة تقريبا بين بغداد وبين الكوت. فهذه المدينة بنيت على أساس سوق، لذلك هذا السوق من فكروا يبنونه أهل المدينة القدماء مؤسسيها، فكروا شلون يصير سوق متميز. حقيقة كان اكو تواجد ايضا بالمدينة، مؤسسي المدينة هم غالبا من بغداد او غالبا من الحلة اللي جوا قطنوا هاي المدينة، اما اهل المدينة الحقيقيين فهم اطراف المدينة اللي هم قوى لحد الان موجودين.
عشائر موجودة تحيط بالمدينة، لكن كمدينة الناس اللي أسسوها اجوا كلهم من خارج هذه المدينة، اجوا من بغداد من الكرادة، اجوا من الحلة من خفاجة، اجوا من يعني عشائر أخرى، بيت ميرانا معروفين بالسوق من مؤسسين، بيت اللبان من خزرج معروفين هنا من مؤسسي هذا السوق، كانوا يهود موجودين يقطنون هذه المدينة، ولحد فترات قريبة يعني ممكن أنا ملحق عليه، أنا يعني مواليد 66 بس ملحق على بعضهم. هذا الفرع اللي خلفي هسه يعني قريب من هذا المكان من هاي محل الحلاقة، هذا يسمى سوق النصراني، لأنه كان يعني اللي التواجد اللي بيه ناس مسيحيين ويهودين، وحتى بناء يعني هذا يمكن لو تشيلون هذا السقف الثانوي، هذا السقف الثانوي اللي مخليه أستاذ كمال، هذا إذا تشيله تلقى قبة، يعني أكو كم محل موجود هسه نظام القباب، وهذا اللي مشهورين به اليهود. فبالنسبة للصويرة احنا انه بصمة خاصة، وقع خاص هذا السوق، ملتقى للمثقفين، ملتقى لأهل المدينة، يعني الجمعة كانت تكون صباحا يعني ما بين الساعة 8:00 والساعة 12:00 قبل صلاة الظهر نتواجد، حتى اللي ما عنده شغل بالسوق يجي لهنا يشوف أصدقائه، يمر على يعني إذا محتاج حلاقة يمر على الحلاقين، هذا المحل مال الحلاقة اللي يعني صاحبه أخي وعزيزي أستاذ علي عبد الحسين، اللي أيضا أهله وناسه من مؤسسي هاي المدينة اللي هو خفاجي أخوي العزيز حلاقة الأجراس. يعني أنا صار لي أحلق هنا أبو سيف أكثر من 20 سنة، حدود 22 سنة كان محله بأكثر من مكان، وحاول مثل ما تحدث جنابه يعني يخرج خارج السوق بس ما قدر، لأنه إحنا أبناء هاي المدينة وأبناء هذا السوق كأنه مثل أسماك ما تقدر تطلعه من المي، ما يقدر يعيش خارج المي. فحتى أقدر يعني ممكن أعد لك هذا السوق لأنه بذاكرتي أقدر أعد ناس السوق اللي موجودين والمؤسسين من بدايته نهايته، والحقيقة ما توسع ذاك التوسع هو، لأنه حتى الفروع اللي صارت بي اللي تسمى قيصريات ما نجحت، الناس متعودين يفوتون بهذا الطريق. ومن مميزات هذا السوق أيضا مميزات أنه وخاصة الصويرة مميزاتها ما تدخل نساء للسوق، فلو رأيت امرأة تمشي بهذا السوق فرأسا تعرفها مو من المدينة، أهل المدينة هاي متوارثة، حتى احنا اللي نعتبر نفسنا جيل متحضر وجيل متنور، انا ما اسمح لبنتي او اختي تدخل السوق، مو من باب تقليد مدينة ما اريد اكسراني، مو من باب انه محافظ اكثر من اللازم او ما اريد لا، لان احنا داخذ بنتي وداخذ زوجتي وداخذ اختي ونروح الاسواق بغداد ونتحرك، بس هنا بالمدينة هذا التقليد اللي نحافظ عليه احنا اهله. المطعم مالتنا يعني تورثنا من أبويا حجي عباس أبو الأفراح، أخذنا هذا اللقب تقريبا صار 50 سنة مو اليوم. يعني والدي كان عنده مطعم، من المطاعم القديمة كان بالصويرة بس 2، يعني والدي عباس أبو الأفراح وحجي غانم الله يرحمه، كان حجي غانم بس كباب، والدي لا كل الأكلات يسويها. بعد ما راح الله يرحمه توفى احنا بقينا احنا ولده، الاكله هاي طبعا شتويه ليش؟ لان دسمه اي، بس عندنا معاميل مو بس من الصويره، عندنا معاميل حتى من العزيزيه، عندنا معاميل من بغداد من يجون للصويره يوم الجمعه. طبعا هي الاكله
اولا شعبيه واكو ناس مثل يعني شلون نقول ذواقه، مثل ما تريجي واحد ياكل مثلا باكر اي يعني مو ايش اسمه. الحمد لله والشكر صار لنا تقريبا اني يعني هسه اني هنا صار لي تقريبا 20 سنة. اي والدي يعني قبل هذا ايام يعني دعوة بيها اكثر. بالنسبة يوم الجمعة هو يصير اللقاء، يعني الموعد يصير يمي يتواعدون، حتى اكو طلاب مال مدرسة يعني للمفارقة عندنا طلاب صغار بالمتوسطة. ايه قال عمو شو احنا من نجي هنا ناكل ثاني يوم نجاوب؟ قلت له ايه عمو مهاي هو الدكتور وصفه بس لازم ثلاث جمع فاشوفه بالجمعة الثانية يجي قطية ما ادري يعني هو قابليته للدراسة. يعني السوق هو هذا يعني قديم اقدم شيء بالصويرة، كنا قبل ماكو برا محلات بس السوق، اي شيء تريد تشتري حاجة من اكل من ملابس من لحم من غذائية لازم تطب للسوق، فكان يعني عادي الايام السوق ازدحام، اما يوم الجمعة ازدحام يعني مو طبيعي. هسه بعد تطورت المدينة والكادر النسوي كان ما يطلع عندنا يعني عيب عندنا مرة تطب للسوق، بينما هسه لا هسه فقل الزخم على السوق. بعد تطور الحياة مثل الاكلات تطورت، يعني قبل ما كان اكو مثلا همبرجر ما كان اكو قاص، يعني هاي الاكلات الدسمه اللي متالفه عندنا بالصويره. احنا فتحنا هذا المحل وراثه عن والدي الحاج عايد خميس، بدينا بهذا العمل سنه 89، كان عندنا اول مره بسطات وبعدين تحولنا الى محلات، تعلمنا المصلحه من اجدادي اللي هم اهل امي اللي هم يعتبرون من تجار القدماء بالصويره، الحاج جليل عبد علي العبدلي ويعتبرون من تجار القدماء، واكو وياهم تجار ايضا معروفين مشهورين وبيت حسن بيت حجي حسن الزبيدي بيت حسن العلي، وهذا السوق يعتبر من الاسواق الاثريه بالعراق مو على مستوى الصويره فقط، لان يعني بدايات انا سامع من ابائي ومن اجدادي انه بالثلاثينات او بالعشرينات هذا السوق انفتح، بداياته سوق النصراني اللي هو سوق اللحم وسوق السمك، وبعدين بدا يتوسع هذا السوق الى ملابس والى مكتبات، وعملنا احنا هسه بالدجداشه اكثر شيء دجداشه الرجالي، انواع متنوعه نشتغل 5-6 انواع، شركه الشاكر وشركه الدفه، اكثر العمل هو استيراد من الصين، ما عندنا عمل بالعراق يعني صناعه عراقيه ماكو، اكثر صناعه اجنبيه جاي تجينا، انواع الاقمشه بي تيوبه بي فريسكو بي تترون، اقمشه قطنيه اقمشه نايلون، عندنا الاقبال يعني متوسط هسه باعتبار انه الظرف المادي للبلد يعني ظرف تعبان ماديا، الناس شويه تعبانه، احنا كل عملنا اكثر عملنا على الفلاح، الفلاح من يتعب ظرفه احنا هم يتعب ظروفنا وياه، هسه الدوله ما جاي تدفع فلوس او ما جاي توفر ماده سيوله، فلذلك قل الاقبال بالسوق، فاحنا نترجى بلكي الله انه هم تتحرك السوق على انه الدوله تمشي فلوس الفلاح الحنطه الفلوس النايمه بالمصاروف وبلكي يتغير الحال، ويترجى من الدوله او من المجلس البلدي مال الصويره او المجلس المحلي انه يشوفون نظره للسوق، لان السوق تعبان بدا يقيل للسقوط. ونقدر احنا نشارك اذا بيها ماكو مشكله، يعني نصير جمعه من المحلات وندفع ماده شو قد يوقع على المحل، كل محل يوقع عليه مثلا فد مبلغ ويبدون اعمار بالسوق، لان السوق كلش منتهي ايام المطر ينتهي، يعني بضايعنا تنتهي السوق ينتهي. حاليا هالوضع السوق من ناحيه السوق، السوق يعني الوضع بالأسوأ من ناحيه البضاعه من القماش او الشغلات العطور عندي حاليا موجوده، الوضع من السوق الاوضاع اللي صار الاوضاع الأسوأ صار الفلاح الماده من ناحيه الرواتب للموظفين، الامور كل العام على الوضع العام كل للاقل، يعني مو ناحيه الحركه السوق الناس حتى حركه الناس صارت الاقل يعني من المشتري من البضائع، حتى ببغداد نفس الحاله. من ناحيه عندنا شغله المحلات عندنا هنا بالسوق عندنا شغله، نتمنى من عندكم توصل صوتنا من ناحية الصيانة السوق، العمال مالته يعني حيل متأذين من عنده. شلون الإقبال يعني؟ والله الإقبال يعني مو مثل قبل،
الإقبال يعني أقل صار. يعني قبل كان الوضع الناحية الموظف يجي ياخذ الفلاح كان أحسن، بس حاليا الملابس الجاهزة أثرت عليكم؟ والله هي نفس الشيء ترى، نفس الشيء. عندك نوعية خاصة تشتغل؟ والله الشغل عندنا أكثر شيء الكشمير الإيطالي ماشي عندنا، إي وشغلة عندنا حاليا العطور الماشية هماتين حاليا تشتغل بيها الماشية بالسوق أكثر شيء. الله يسلمك رحمة الله عليك.